لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ورد في الحديث الشريف: من عرف نفسه فقد عرف ربه. الإنسان لا يعرف نفسه ولا يعرف طاقات نفسه ولا يعرف قدرات نفسه. الإنسان له طاقات كبيرة وله قدرات عظيمة، ولكنها طاقات وقدرات بالقوة. ينبغي عليه أن يحول هذه الطاقات من القوة إلى الفعل. هناك أرض وتحت هذه الأرض نفط آلاف السنين، الناس يعيشون على هذه الأرض ولا يعرفون وجود هذا النفط. ينبغي عليهم اكتشاف هذا النفط وثم استخراجه وثم الاستفادة منه. كما أن الأرض فيها ثروات فيها قدرات، كذلك الإنسان، ولكن يحتاج أن يكتشف نفسه. إذا اكتشف نفسه، اكتشف القدرات التي فيه، فقد عرف ربه. لأن الإنسان إذا عرف ما فيه من القدرات والطاقات ثم استثمرها في الطريقة الصحيحة التي أرادها الله عز وجل، فقد عرف الله. لأن معرفة الله عز وجل ليست فقط بالعلم بالله والعلم بصفات الله والعلم بأحكام الله عز وجل، وإنما العمل بما أراده الله عز وجل. هذه هي المعرفة الكاملة. الإنسان قد يعرف الله عز وجل ويعرف صفات الله ويعرف الأمور المتعلقة بالتوحيد والمعاد، ولكن هذا العلم إذا لم يتحول إلى عمل بالأركان فهذا ليس معرفة. من عرف نفسه فقد عرف ربه. نحن الآن وكلنا من طلبة العلوم الدينية وفي الحاضرين من العلماء أيضا، كلنا الآن أمام تحدي كبير يعيشه العالم الإسلامي منذ أكثر من قرن. منذ أكثر من قرن هناك تحدي كبير العالم الإسلامي، ونحن الآن نعيش في هذا التحدي. إذا نحن كطلبة عرفنا ما نمتلك من قدرات، ما نمتلك من طاقات، ما نمتلك من مواهب، إذا عرفنا ذلك وعملنا فإننا نتمكن من الغلبة في هذا التحدي. دور طلاب العلوم الدينية والعلماء دوران، دور سلبي ودور إيجابي. إذا عرفنا الدور السلبي وإذا عرفنا الدور الإيجابي الذي يجب أن نقوم به إذا هذه التحديات الكبرى، فإننا نتمكن من أن نتغلب في هذا التحدي.
نتمكن من أن ننصر دين الله عز وجل في هذا التحدي. كلكم تعلمون الآن أكثر من 100 عام وهناك حروب وهناك أطماع وهناك مشاكل في البلاد الإسلامية، بدءا من احتلال البريطانيين للبلاد الإسلامية في إفريقيا، في آسيا، في أوروبا، وانتهاء إلى الحروب التي أقيمت ضد المسلمين وقتل فيها المسلمون، قتل المسلمون بعضهم بعضا. هذه واضحة لا تحتاج إلى كلام وإلى بيان. السبب الأساسي في هذه المشاكل، السبب الأساسي في هذه الحروب، السبب الأساسي في هذه الأزمة التي يعيشها المسلمون في أكثر من قرن، هو أن المسلمين لم يعرفوا ما يجب عليهم، لم يعرفوا ما ينبغي عليهم أن يؤدوه. عدم المعرفة، عدم العلم، عدم الوعي سببت هذه المشاكل الكبرى. ونحن كطلبة يمكن لنا أن نساهم في إزالة هذه المشاكل، يمكن لنا أن نقوم بالدور السلبي والدور الإيجابي الذي ذكرناه. مقصود من الدور السلبي الدور الذي ينبغي عليه أن يقوم كل واحد من المسلمين وخاصة طلاب العلوم الدينية في رفض أي أنواع من الباطل، في رفض أي أنواع من الظلم، في رفض أي أنواع من الاضطهاد. والدور الإيجابي يقوم في معرفة وتعليم وتعلم المنهج الإسلامي الصحيح وتعريف هذا المنهج الإسلامي الصحيح للناس والعمل بما يقتضيه هذا المنهج الإسلامي. طبعا نفصل أكثر بعد أن نضرب أمثلة. الأئمة عليهم الصلاة والسلام، إذا لاحظتم حياة الأئمة واحدا واحدا على اختلاف ظروفهم التي كانوا يعيشونها وعلى اختلاف الزمان وعلى اختلاف المكان وعلى طول المدة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلى زمان الغيبة الكبرى للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا وإياكم من أنصاره، حوالي 300 عام بل أكثر. إذا تلاحظ حياة الأئمة في هذه الفترة ترى أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام على اختلاف ظروفهم كانوا يسيرون في هذا المنحى، لأن كلهم نور واحد، يقومون بالدور السلبي، رافض أي أنواع الظلم والباطل وخلاف الحق. الشيء الثاني الدور الإيجابي، وهو تنبيه وتعريف الأمة الإسلامية بآثار رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق كمثال عليه الصلاة والسلام كان في ظرف عصيب جدا، وهذا الظرف كان يمر على الأمة الإسلامية، ظرف هناك حكومة طاغية، حكومة بني أمية، وهذه الحكومة كانت على وشك الانهيار، وكانت هناك دعوة إلى ملك بني العباس. الإمام الصادق وكذلك الإمام الباقر عليهم الصلاة والسلام كانوا في هذا الظرف، ظرف انهيار الحكومة الأموية وقيام الحكومة العباسية. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام عرض عليه قبل أن يعرض على بني العباس أن يكون هو الخليفة، لأن أبا مسلم الخراساني والجماعة الذين ثاروا ضد بني أمية في بداية الأمر كاتبوا الإمام الصادق، والإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لم يهتم بهم ولا بدعوتهم ولا بكلامهم، حتى أن أحد الأشخاص الذين أرسلهم أبو مسلم الخراساني إلى الإمام الصادق كان حاملا رسالة، وصل هذا الرسول
في الليل والإمام كان جالسا عليه السلام وأمامه سراج. فلما جاء هذا الرجل بالرسالة قبل أن يفتحها الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وضع الرسالة على السراج فاحترقت. قال الرسول: يا ابن رسول الله ما هو الجواب؟ قال له: هذا هو الجواب، يعني اذهب وقل له إن جعفر بن محمد فعل كذا، يعني قبل أن يقرأ الرسالة حرقها بالنار. في هذه الفترة العصيبة الإمام الصادق ماذا فعل؟ أولا قام بالدور السلبي، رافض لظلم بني أمية ورافض لأفعال أبي مسلم الخراساني وبني العباس، لأن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كان يرى أن أبا مسلم الخراساني وجماعته يفعلون ما يفعلون، قتلوا من قتلوا، ظلموا ما ظلموا، لم تكن حركتهم سليمة من المحرمات، لم تكن خلية من دماء الأبرياء. على كل حال هذه الفترة ماذا فعل الإمام الصادق والإمام الباقر عليه الصلاة والسلام؟ الإمام الصادق بدأ بإحياء الدين، بدأ ببيان معالم الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن معالم الدين. ولكن بعد رسول الله صار هناك طمس ومحاولة لطمس آثار الرسول صلى الله عليه وآله، محاولة لطمس هذه الآثار، فصار هناك منع لتدوين الحديث، ومن ثم وضع وجعل الأحاديث المختلفة لإماتة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق جاء واستفاد من ذلك الظرف القيام بالدور الإيجابي ببيان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وأحياء الدين. إذا أنتم راجعتم إلى كتب الأحاديث ترون أن أكثر من 60 أو 70% من الأحاديث التي وصلت لأيدينا من الإمامين الباقر والصادق عليهما الصلاة والسلام. ظرف عصيب، قام بدوره في هذا الظرف العصيب. مثال آخر، الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام صار في ظرف آخر، في ظرف وهو ولي للعهد، وهو في تلك الحالة وفي ذلك الظرف أولا قام بالدور السلبي، رفض أي أنواع من ظلم المأمون وهو ولي العهد، لذا اشترط من البداية أن لا يكون له أي حل وأي ربط في أمور الحكومة، مع أنه ولي العهد وأولياء العهد عادة يعتبرون الشخص الثاني في المملكة. الإمام الرضا اشترط أن لا يقوم بأي دور، لا نفس شخص، لا عزل شخص، لا تدخل في أي قضية من القضايا، حتى أنه جاءه رئيس الوزراء بالرئاستين الحسن بن السهل المعروف بالرئاستين، جاء إلى الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وهو كان من الوزراء أو من رئيس الوزراء يعتبر عالم هذا اليوم، وأراد من الإمام الرضا إنضاء ورقة. الإمام رفض إنضاء تلك الورقة. ماذا كان في هذه الورقة؟ لم يكن في هذه الورقة سوى إثبات لبعض أملاك الفاضل وبعض الأمور البسيطة، حتى إنضاء هذه الورقة رفض. قام بالدور السلبي. والدور الإيجابي، ما من قضية أو واقعة إلا واستفاد منها في نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة وفي نشر علوم رسول الله صلى الله عليه وآله. مثال ثان، هذا كان مثال الأئمة عليهم الصلاة والسلام، ولا نريد أن نطيل الكلام بذكر كل واحد من الأئمة. نأتي إلى ما بعد الأئمة، علماء الدين الشيعة. لنضرب مثالا شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله تعالى عليه، كان يعيش في بغداد. الشيخ الطوسي وهو في بغداد وفي أيام ملك بني العباس، طبعا في أيام ضعف ملك بني العباس، لأن البويهيين كانوا هم الحاكمون، البويهيون الشيعة كانوا هم الحاكمون، والخليفة العباسي كان مجرد ظاهر وليس له أي واقع. في هذا الظرف إذا تلاحظ حياته
الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه محمد بن الحسن الطوسي الشيخ الطائفة، إذا تلاحظ حياته تجد أنه في كل هذه الفترة ما من لحظة من اللحظات إلا واستفاد منها لنشر علوم آل البيت عليهم الصلاة والسلام والقيام بالدور الإيجابي لتوعية الأمة. إذا تلاحظ الشيخ الطوسي شيخ الطائفة ترى أن شيخ الطائفة ألف في مختلف الأبعاد، من التفسير إلى الفقه إلى فقه المقارن حتى التعبير هذا اليوم الخلاف إلى العقائد، وكان له كرسي ويجلس ويناقش ويتكلم بالتي هي أحسن، وله مكتبة. والآن كثير من الروايات وصلتنا عن طريق الشيخ الطوسي، رجالنا نصفه أو أكثر من نصفه عن طريق الشيخ الطوسي وصل توثيقاتنا. التفسير منشأ أهم التفاسير سواء من الشيعة أو من السنة هو الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان، لأن تفسير التبيان خلاصته وأهم ما فيه جمع في مجمع البيان، وعلماء العامة استفادتهم الكبرى من مجمع البيان. إذا واحد لاحظ تفسير الفخر الرازي يرى أن أهم ما في هذا التفسير مأخوذ من مجمع البيان، وأهم ما في مجمع البيان مأخوذ من التبيان الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. مع أنه ظرف عصيب كان أيضاً، لأن بغداد كان وضعها وضع غير مستقر، وبالنتيجة أيضاً هجموا على دار الشيخ الطوسي وحرقوا الكرسي الذي كان يجلس عليه الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وأحرقوا مكتبته وكانت فيها من الكتب النفيسة التي كانت نسخة منحصرة بالفرد بخط المؤلف. هذه الكتب أحرقت، واضطر الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أن يهاجر، هاجر من بغداد إلى النجف. والنجف في ذلك الوقت قرية صغيرة جدا، بل قد لم يكن فيها سكان، النجف هي كانت في صحراء، ثم بالتدريج تحولت إلى قرية، وثم بالتدريج تحولت إلى مدينة صغيرة. إذا أحد يتذكر النجف الآن كما ينقلون، النجف منطقة لا تصلح لأن تكون مدينة أصلا، ولكن وجود أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو الذي جمع إليه القلوب، جمع عليه العلماء، جمع عليه الزخات، جمع عليه الحباب، لأن بعض علم رسول الله صلى الله عليه وآله. هاجر إلى النجف، منطقة بعيدة عن الماء، لا يوجد فيها هواء مناسب والحر شديد، هاجر إلى هذه المنطقة لأنها بعيدة عن الفتنة أو عن القتل والقتال. ماذا فعل هناك؟ قال إني أديت دوري في بغداد، ربيت التلاميذ هناك. لا، ذاك كان في وقته جزاك الله خيرا، ولكن من الآن فما بعد ماذا تفعل؟ جلس هناك وأسس الحوزة العلمية التي هي مستمرة لحد الآن منذ 1000 عام، أسس الحوزة العلمية واستمر في التأليف والتصنيف ونشر علوم رسول الله صلى الله عليه وآله. ينقل أن الشيخ الطوسي كان يجلس في دار، هذه الدار مجاورة لضريح الإمام أمير المؤمنين، لأن ما كان هذا البناء ولا هذه الغرفة ولا هذه، هناك بيوت أو غرف أطراف هذه الغرفة، كان يجلس في إحدى هذه الغرف. شايفين الإنسان لما يهاجر ما عنده بيت، ما عنده على كل حال أمور مختلفة، وإنما يذهب، وقد كثير منكم عانيتم من هذه القضية، يذهب في مكان يجي لغرفة هو وعائلته يسكن في هذه الغرفة. كانت غرفته بجوار الغرفة التي فيها مرقد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. صار فترة طويلة لم يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين، يعني خطوات يطلع من غرفته يدخل في الغرفة الثانية يسلم على أمير المؤمنين. أصحابه قالوا له شيخنا أنت من فترة لم تزر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الشيخ شنو قال؟ قال أنا الآن مشغول بالواجب، الزيارة مستحبة، الواجب أن هذه العلوم التي صدرت من أمير المؤمنين باعتبار باب علم الرسول إحنا نوصلها للأجيال القادمة، هذا هو الواجب. أما الزيارة مستحبة، وأنا أشوف إذا ذهبت إلى الزيارة ورجعت بهالمقدار لا أتمكن من كتابة رواية، يعني رواية سوف لا تصل إلى الأجيال المستقبلية، ولذا أشوف أنه هذا عمل واجب ذاك العمل مستحب، وأنا أقوم بالواجب. وينقل أنه من نفس الغرفة
توجه إلى مرقد أمير المؤمنين وسلم على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وجاء الجواب من القاطر الشيخ الطوسي لبيان مكانته، لبيان المنزل الذي هو عنده، لبيان أن عمله هو الصحيح. من قبر أمير المؤمنين جاءه الجواب وعليه السلام. زين، الشيخ الطوسي في ظرف عصيب جدا، ظرف فتنة كانت، في ذلك الظرف ما ترك المهمة التي كانت على عاتقه. ونحن الآن نعيش ببركات جهود كثير من العلماء، ومن أهمهم الشيخ الطوسي محمد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة. مثال آخر، هذا من الواقع المعاصر، عندما احتل البريطانيون العراق قبل أكثر من 80 عام تقريبا، 83 عام، العلماء اجتمعوا وقاموا بثورة العشرين المعروفة. في ثورة العشرين العلماء أولا جاهدوا ابن صاحب العروة، قتل في معركة مع البريطاني، وكثير من العلماء والطلبة قتلوا أصلا. السيد المرعشي رحمة الله تعالى عليه، السيد المرعشي النجفي الذي توفي قبل 12 عاما، هذا يقول كان هو في ذات الوقت شاب في الحوزة، يدرس في حوزة النجف، شاب 20 سنة عمره أو هالحدود. يقول ذهبنا أكثر من 100 شخص من الطلبة للجهاد. يقول ذهبنا، كنا في الليل في منخفض في وادي، يقول عرضت لي قضاء الحاجة، زين، ذهبت إلى قضاء الحاجة شوي ابتعدت، يقول كان هناك تل، فذهبت خلف التل، أروح خلف التل لقضاء الحاجة. يقول في هالأثناء تبين أن البريطانيين خربوا سدا، كان سد هناك خربوه لكي يغمر الماء المجاهدين. يقول كل ذلك 600 غرقوا في تلك القضية وماتوا واستشهدوا. 600 واحد من طلبة العلوم الدينية كانوا ذاهبين إلى الجهاد غرقوا، وهو الوحيد الذي أنقذه الله عز وجل إن كان قاعد على مرتفع ما جاء الماء. بعد ذلك أيضا بعدوا العلماء، السيد الإصفهاني والسيد والشيخ القنطاني والنائمي، بعدوهم مع ذلك من العراق إلى إيران، بقيوا فترة، والشيخ الخالف، الشيخ مهدي الخالف اللي كان من المراجع الكبار، والأربعة والخمسة، بعدوهم تبعيد إلى إيران، بقوا فترة هناك، وبعضهم قتل مثل الشيخ مهدي الخالفي رحمة الله تعالى عليه، قتل بالسم، والبقية بمآسي بعدهم تمكنوا من الرجوع إلى العراق. نحن الآن في وضع منذ قرن في تحدي كبير، ونحن نتمكن من أن نقوم بدورنا المطلوب من عندنا في توعية الناس في بيان أحكام الله عز وجل لنا. نتمكن، لا نقول أن الظروف لا تساعدنا، فإن أكثر الأشخاص الذين قاموا بهذه الأدوار الظروف لم تكن تساعدهم. هذه الحوزة العلمية أسست قبل حوالي 30 عام، الشهيد سعيد السيد حسن الشيرازي رضوان الله تعالى عليه جاء من العراق مهاجرا، ففررت منكم لما خفتكم، لم يكن مرجع تقليد، لم يكن في منطقة نقول إن جماعته إن أصحابه معه، ولكن حينما جاء، وتعلمون بعض الأحيان ينقل بعض أصدقائه أنه لم يكن يمتلك 5 ليرات أصلا، يعني بعض الأحيان 5 ليرات ما كان جاي. واحد من أصحابنا قال لي، قال أنه إحنا في بيروت كنا في اجتماع مهم، من بعد الاجتماع كم كيلومتر مشي رجعنا، تبين أنه ما كان فلوس تاكسي موجود عند الشهيد حتى نرجع بالتاكسي، كم كيلومترات من منطقة إلى منطقة مشي. زين، قال أنه الظروف لم تساعدني، أنا لست في بلدي، أنا لا أمتلك النقود، أنا لست كذا، أنا لست كذا. لا، توكل على الله عز وجل، وتوكل على الله، وفيها مشاكل طبيعية، يعني الحركة والعمل وبث علوم آل البيت عليهم الصلاة والسلام، فيها مشاكل، فيها مصائب، ولكن هو هذا، لولا المشقة صاد الناس كلهم الجود يفتر والإقدام قتالوا، كما يقول المتنبي، لولا المشقة صاد الناس كلهم، من يريد يكون سيد في الناس، من يريد يكون رئيس، من لا يريد أن يكون عالم، ولكن فيها مشقة.
الجود يفقر إذا أنت جواد تدفع فلوس فقير، والإقدام قد صار إذا أقدم قد تقتل، قد تصاب بمشاكل، قد تتهم، زين؟ تصير دعايات ضدك، تصير مشاكل ضدك. ولكن هو هذا الشهيد رحمة الله تعالى عليه، جاء هنا في لبنان حتى ذهب إلى أفريقيا، والإخوة الأفارقة حفظهم الله يعلمون ذلك، وقتل وهو مديون. ولكن كان يرى أن عليه أن يقوم بالمهمة الملقاة في عاتقه. المشاكل خلصت الآن كلها، الجوع، الفقر، السب، الشتم، التهمة، كذا. الإنسان بمجرد موته كل هذا ينتهي، وإذا أدى دوره فإنه يكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. زين، فنرى هذه البركات، هذا الوجود، هذه الحوزة، وهذا ما ظهر من الأمر وما خفي أكثر. هناك بعض الأحيان الإنسان يعمل جهود وأعمال لا تعلم هذه الجهود، ولا يعلم هذه الجهود إلا الله عز وجل الذي لا يضيع عنده شيء. فعلى كل حال نحن علينا وفي هذا الظرف، وخاصة الآن ظرف أيضا حرج، أيضا هناك عميل جاء به الاستعمار وهو صدام. هذا استعمار كان من الأول، تاريخ هذا العميل انتهى، لكن بعض الفواتح، بعض العلب، بعض الأشياء يكتبون عليه تاريخ الانتهاء. إذا انتهى تاريخه خلاص يلقى في القمامة. عميل جابه من اليوم الأول، هم استعمار كان، مو استعمار الآن. بعض يقول الآن الاستعمار بيجي وغزو أكو ما أدري كذا، هذا صحيح، لكن من الأول كان. نحن من فشل ثورة العشرين إلى يومنا هذا فالاستعمار موجود في بلادنا، ولكن بصور مختلفة. زين، عميل تاريخه انتهى، قال له لقوم اطلع برا، ما قبل، اجوا يشيلوه. بس هو هذا أول قضية وأخيرها، مثل ما حدث قبل 50 عام. البريطانيون جاءوا بعميل اسمه رضا شاه، والد هذا الشاه السابق، هذا البريطانيون جابوه، هذا عميل جابوه. بعدين الظروف تغيرت، صارت الحرب العالمية الثانية، الظروف تغيرت، قالوا له يا أخي قوم روح. الروس والبريطانيين اتفقوا، اجوا احتلوا إيران وشالوا هذا الشاه وجابوا ابنه، قالوا. وبعد أيامهم بالظاهر انسحبوا، يعني بالظاهر. الآن نفس القضية، استعمار كان يحكم عبر عميل، انتهى تاريخ هذا العميل. يقول واحد رأيت السفير البريطاني في العراق، الوالد كان ينقل عن شخص يقول قلت له بئس ما فعلتم برضا شاه. قال لماذا؟ قال هذا عميلكم، لماذا هذه الفعلة فعلتموه معه؟ يقول كان بيدخن، خلت الجدارة ليدخنها، ألقاها على الأرض ثم سحقها بقدمه بحذائه. قال هاي السيجارة ما دام أنا أستفيد منها فهي تكون عند شفاه، خلصت الاستفادة منها تكون تحت قدمي. هذا نفس الشكل احنا نتعامل وياه، الاستعمار يتعامل مع عملاء هكذا. زين، هذا ظرف صعب، استعمار كان يريد يبدل العميل بطريقة. زين، احنا شنو دورنا الان؟ احنا دورنا المتفرج بس؟ لا، نحن دورنا كبير، ينبغي ان نقوم بهذا الدور كل واحد واحد من عندنا. أهم دور لنا أن نبين علوم آل محمد عليهم الصلاة والسلام. نبين أن رسول الله كيف كان، أن أمير المؤمنين كيف كان، لأن الناس يجهلون ذلك. نبين الآداب الإسلامية، نبين الأحكام الإسلامية، نبين التاريخ الإسلامي، نبين جهاد الأئمة عليهم الصلاة والسلام. أولا نتعلم ثم نعلمها للناس. الآن نحن طلبة، ينبغي أن نتعلم، وكلما كان تعلمنا أكثر كانت قدرتنا على المعرفة وعلى التعليم أكثر. لذلك الحديث عالم واحد أشد على إبليس من 70 عابد. ليش؟ لأن العالم الواحد ينشر العلوم يهدي الناس، العابد فقط هو يحافظ على نفسه. فإحنا الآن كل واحد من عندنا
هسه في العراق، في افغانستان، في اي مكان من البلدان العالم، في افريقيا، كل واحد يحاول انه في هذا التحدي الكبير اللي منذ قرن ولحد الان مستمر، واذا احنا لم نقم بواجبنا سيستمر 100 سنة بعد، 200 سنة بعد، الا ان شاء الله عز وجل ويعجل في فرجه صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اذا احنا لا نقوم بدورنا هذا التحدي يستمر. احنا كنا في مشاكل، ابنائنا هم سيكون في مشاكل، احفادنا هم سيكون في مشاكل، في زماننا قتلوا كثير، ايضا ابنائنا سيقتلون، انتهكت اعراض الكثير من المؤمنين في مختلف البلدان، ايضا الاجيال اللاحقه سينتهك اعراضها، المقدسات اهينت، ايضا في المستقبل يستمر هذه الاهانه، لان الله عز وجل بناء في الدنيا على العمل ضد الاسباب والمسببات. اذا احنا الاسباب والمسببات ما هيئناها خلاص المشاكل تستمر، اذا الاسباب والمسببات لم تهيئ المقدسات تهان، طبيعي الله عز وجل عذاب ظالم خلي في الآخرين كنا يعذبهم في الدنيا، ولكن الله عز وجل ما ينقذنا إلا عن طريقنا، عن عملنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه نص آية من القرآن الكريم، لازم ننتظر المعجزة. زين، أقول بعض الناس يقول إحنا عندنا صاحب، عندنا صاحب الزمان، صحيح عندنا صاحب الزمان، بس صاحب الزمان نفسه يقول اعمل توصل النتيجة، إذا أنا أخالف صاحب الزمان أنتظر أن صاحب الزمان يجي ينقذني؟ ليش الأجيال السابقة صاحب الزمان ما يجي أنقذها؟ ليش الناس صاحب الزمان ما يجي ينقذها؟ ليش؟ لأن صاحب الزمان يعني الإسلام يقول اعمل توصل النتيجة، ما عملت اتوقع، فيمكن واحد يعمل هو أدى تكليفه، أما الكلام من حيث العموم، إذا من حيث العموم ما كان عمل، لا الله عز وجل يجي ينقذ، ولا الأئمة عليهم الصلاة والسلام يجون ينقذون، لأن هاي نص آية من القرآن، إلا أن نقول هاي آية القرآن يكذب، والعياذ بالله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فعلى كل حال إحنا لازم نتعلم هذه العلوم ونعلمها للناس الآن وفي المستقبل، نقوم بدورنا إذا حصلنا فرصة ولو صغيرة، لازم هاي الفرصة نستفيد منها، لازم نتحلى بالأخلاق الإسلامية، لازم نتحلى بالأخلاق الإسلامية، نبتعد عن المهاترات، نبتعد عن السباق الآن وكل وقت لما نصير مشكلة، الآن أو كل وقت صار مشكلة يصير كلام النصوص فلان وفلان شنو سوى وفلان ما شنو ما سوى وفلان خائن وفلان صحيح وفلان باطل وفلان كذا، هذا مو من الأخلاق الإسلامية. أنا شو سويت؟ أنا لا ماذا فعلت؟ أما نجي فقط نتكلم أن فلان شنو سوى؟ عمله صحيح لو مو صحيح؟ هذا خائن لو مو خائن؟ هذا منافق لو مو منافق؟ هذا كذا لو مو كذا؟ إنه إحنا نعرف نيات الناس، عندنا علم الغيب، تحمل فعل أخيك على 50 محمل، على 70 محمل على حسب الرواية. إذا هو أجاب وقال لك شيء حسب رواية أخرى و50 قسامة إجوا قالوا شيء آخر، فصدقه وكذبهم، فصدقه إذا 50 واحد أو 2500 واحد، لأن القسامة 50 نفر، على كل حال إذا 50 واحد أو 2500 واحد أجوا قالوا شيء وهو أنكر، فصدقه وكذبهم، صدقه وكذبهم يعني عملا. في هذه الظروف ينبغي رفع الصف، ينبغي عدم التكلم على أي جهة من الجهات، وإنما إحنا ماذا نفعل؟ ماذا نحن بنفعل؟ هل احنا بنأدي وظيفتنا؟ هل احنا بنأدي تكليفنا؟ هذا لازم نفكر، مو انه فلان شنو سوى لو ما سوى، اذا صحيح سوى اجره على الله، واذا عمل غلط كان الله عز وجل هو الذي يحاسب. انا ماذا فعلت؟ الوالد رحمة الله تعالى عليه يقول، يقول شخص من العلماء يقول دخلت الى حرم الامام الحسين فرأيت الناس واحد بيشوف الباب يقول ما شاء الله هذا شلون ذهب، هذا شلون كذا، وين مصنوع، زين واحد يشوف القبة يشوف هذه مثلا الفضة وهذه الفرية وهذا كذا، واحد يشوف الضريح يتأمل أنه شلون مثلا صانعين هذا الضريح في مثلا أصفهان، شلون لطيف صانعي شلون كذا،
يقول شفت كل الناس بدل ما يكونوا ملتفتين إلى الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ملتفتين في هالمظاهر. يقول فجأة التفتت إلى نفسي، أنت شنو؟ يقول التفتت إلى نفسي، أنت شنو؟ أنت تزور الإمام الحسين، تشوف أن الإمام الحسين بيشهدك، لا أنت تشوف هذا وهذا وهذا وهذا، تشوف هذا بيشوف الباب، تشوف هذا بيشوف السقف، وذاك بيشوف الفضة، أنت شنو؟ يقول فجأة التفتت. إحنا ينبغي علينا في هذا الضبط أن نرص صفوفنا، لا نتكلم على أي جهة من الجهات، إن فعل صحيح جزاه الله خيرا، إن فعل باطل أو غير صحيح فحسابه على الله عز وجل. أنا شنو بدي أسوي؟ أنا شنو تكليفي؟ الشيخ الطوسي ذاك اليوم إذا بدال ما يألف وبدال ما يكتب وبدال ما يدرس وبدال ما يأسس كان يروح يقول فلان شنو سوى وفلان شنو سوى والخليفة العباس شنو سوى والحاكم البويهي شنو سوى وفلان شنو سوى، خلاص ما كان يصير نتيجة. وكثير من الأحيان ظن الإنسان باطل، كثير من الأحيان الإنسان اشتباه يفكر إن بعض الظن إثم، فلازم نرص الصفوف ونحاول أن نؤدي تكليفنا، ننشر هذه العلوم، نبين للناس، نحن نتحلى بهذه الأمور، ننشر الثقافة في كل مكان على الناس. إحنا مو كلامنا فقط خاص بالعراق، كلامنا عام لجميع البلدان الإسلامية ولكل واحد واحد منا. الآن العراق في ظرف بعد كم يوم يمكن ينتهي، يبدأ في مكان آخر مشكلة وفي مكان ثالث وفي مكان رابع. إذا مثلاً واحد من الأخوة الأفارقة ذهب إلى منطقته مثلاً، وإن شاء الله بالسلامة من تخرج منهم يذهب إلى منطقته، إذا ذهب إلى منطقته هناك المراح في منطقته ما يشوف أن فلان وفلان وفلان شنو بيسوي، هو هذا ينبغي عليه أن يفعل. إذا اثنين ثلاثة من الطلبة في مكان واحد، مو أنه هذا يتهجم على ذاته وهذا يسب ذاته وهذا كذا، لا، يشوفون أنه ما هي النقاط المشتركة ليعملوا ومن تلك النقاط المشتركة لصالح الإسلام والمسلمين. الآن إحنا مثلا نمثل مثال، نحن الآن الظرف اللي موجود في العراق، شنو وظيفتنا الآن إحنا تجاه هذا الظرف الموجود في العراق؟ دعاء، هذا لازم، بل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم، كان لازم يدعو، هذا أضعف الإيمان، دعاء. الشيء الثاني، الإنسان يرى ماذا يتمكن من أن يقدم للإسلام، ماذا يتمكن من أن يقدم للشيعة، ماذا يتمكن من أن يقدم لأمير المؤمنين والإمام الحسين والأئمة عليهم الصلاة والسلام، ماذا يتمكن أن يقدم؟ يفكر في هذا المجال ثم يحاول. إذا واحد من الهند مثلاً أو من باكستان يقول أنا شعلية، لا، هنا بلد المقدسات، مكان الحوزات العلمية، مكان مراقد الأئمة عليهم الصلاة والسلام، العراق ليس للعراقيين، هذا العراق مال كل المسلمين، مال الشيعة أجمع، بلد المقدسات مال الكل. هذه الحدود الجغرافية صنعها الاستعمار، ما كانت موجودة هذه. زين، ماذا تمكن أنا الهندي أو الباكستاني مثلاً أن أقدم لبلد المقدسات؟ مو فقط القضية مالية، الواحد يقول أنا ما عندي فلوس في أمام الله، لا، ماذا أتمكن من التقديم؟ ماذا أتمكن من أفعل؟ كيف أتمكن من أن أبين؟ كيف أتمكن من أن أشتغل بمقدار استطاع لهذا المكان المقدس؟ ماذا أتمكن من أن أفعل للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام؟ إذا في السابق زيارة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كانوا يذهبون ويقطعون أيديهم أرجلهم حسب ما سامعين، والإمام الهادي عليه الصلاة والسلام كان يحثهم على ذلك، روح حتى إذا قطعوا يدك، حتى إذا قطعوا رجلك، حتى إذا قتلوا من كل عشرة واحد، حتى إذا قتلوا من كل اثنين واحد، روحوا لزيارة الإمام الحسين. ماذا نتمكن من أن نفعل؟ كل واحد يفكر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، حتى لو جاب 50 عذر أو جاب 100 عذر، الإنسان على نفسه بصيرة. نوجد الوعي في الناس أن هذا بلد المقدسات، هذا البلد أكثرية الشيعة، لازم الشيعة يحكمون هناك، وأنه حرم الإمام الحسين وأمير المؤمنين وكذا يكون بيد مجموعة من النواصب ثم يفعلون ما يفعلون ويرمون قبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بالمدافع بالصواريخ أمثال ذلك، وفي ضريح الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقتلون المئات ويمنعون حتى نشر الكتب الشيعية.
هذا كتاب المكاتب مع الشيخ الأنصاري، كلكم قارين أو إن شاء الله إذا ما قارين توصلون إلى. طلع في العراق فقر واحد منا حدث الرقابة حفظته، طبعة الجديدة اللي طبعت في العراق فقر واحد من الكتاب الرقابة حفظته في باب الغيبة أنه يجوز غيبة المخالفين. زين هذا السطر حفظه كتاب المكاتب، كتاب علمي بحث يدرس في الحوزات العلمية، وما حد يفهم هذا الكتاب إلا أن يكون في 6-7 سنوات دارس في الحوزة العلمية. هذا السطر من الكتاب لا يسمح الرقابة تحذفه، طبع الكتاب بحذف هذا السطر. لازم إحنا نكون نفهم ونزين أنه ما دام الأكثرية هي الشيعية، فلماذا هذه الأكثرية تكون مضطهدة حتى في كتبها العلمية، حتى في مراقدها، حتى في الحوزة العلمية؟ حوزة العلمية في النجف كان فيها أكثر من 10,000 واحد، بعض الأساتذة كانوا من أساتذتها ومن طلابها حفظهم الله تعالى. يوصل حالها إلى أنه يقتل العلماء ويشردون وتنتهك حرمة الحوزة العلمية، توصل الحوزة العلمية إلى 1,000 نفر مثلا أو أقل من 1,000 نفر، 700 نفر أو 500 نفر. هذا شنو السبب؟ السبب أنه نحن أو كثيرين لن يؤدي دوره، لن يؤدي الوظيفة اللي هي واجب عليه. فعلى كل حال من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا عرف نفسه وعمل على حسب هذه المعرفة، لأن المعرفة درجة فوق العلم، علم مع عمل. من عرف نفسه فقد عرف ربه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم أولا لتعلم علوم آل البيت، ثم لتعليمها للناس، وأن كل واحد يفكر أنه ماذا أتمكن من أن أفعل الآن. دا أدي دور، هل أتمكن من القيام بدور آخر؟ هل أتمكن أو لا أتمكن؟ نسأل الله عز وجل أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد صلى الله عليه وآله والأئمة، وأن يوفقنا جميعا لأن نعرف أدوارنا ونعرف أن نطبق ما ينبغي علينا من أمور. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات، تحيا العقول إذا أنار طريقها